المرحلة الثانية هي التعبير عن الفكرة، ويقصد به القدرة اللغوية لشرح الفكرة والتعبير عنها بشكل واضح، يحدد معالمها ويصف مكوناتها. يتطلب التعبير عن الفكرة مشاركة الآخرين حتى تنضج من خلال وضع تعريف لها والغرض منها وأهدافها. لو نلاحظ النموذج لعرض الأفكار والتعبير، فالفكرة على سبيل المثال الموجودة أمامنا هي شاحن جوال متنقل، ففي المرحلة الثانية هي مرحلة التعبير عن الفكرة بدقة، وبالتالي يكون الوصف جهاز يتم من خلاله شحن بطارية الجوال دون الحاجة إلى مصدر كهرباء. المرحلة الثالثة صياغة الفكرة. يمكن في هذه المرحلة الاستعانة بما يسمى بمهارات التفكير، التي منها أولا التصنيف، ويقصد به تصنيف المعلومات وتنظيمها وتقويمها، ويقصد بها وضع المعلومات في مجموعات وفق نظام معين في أذهاننا، مثل اللون والحجم، الشكل أو الترتيب التصاعدي أو الترتيب التنازلي. ثانيا المقارنة، وتعني المقارنة بين الأشياء والأفكار والأحداث حسب أوجه الشبه والاختلاف. المرحلة الثالثة أيضا صياغة الفكرة، معايير تحديد الأفكار. يوجد ثلاثة معايير مهمة: أولا أن تكون الأفكار واقعية، ثانيا أن تكون الأفكار قابلة للقياس، ثالثا أن تكون الأفكار محددة. فيجب ألا تكون الفكرة المراد تنفيذها خيالية، بل يجب أن تكون فكرة واقعية يمكن تحقيقها في حدود الإمكانات المتاحة والقدرات المتوافرة والوقت المحدد. فلا يوجد فائدة من وضع أفكار يستحيل تحقيقها لعدم واقعيتها أو أنها ضرب من الأمان والخيال، كما يجب أن تكون هذه الأفكار قابلة للقياس والمتابعة حتى يتم تقويمها. يوجد جدول الآن يمكن من خلاله معرفة أو صياغة الفكرة. فلو تلاحظون الجدول يمكن أن يكتب أفكار المشروع، ومن ثم يجب التأكد من صياغة الفكرة، هل هي فكرة واقعية وقابلة للقياس ومحددة.